السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ملاعب بلدنا. طبعا في هذه الحلقة الممتعة والشيقة إن شاء الله معي ضيوفي الكرام، الكابتن أسامة حسن مؤسس نادي الإنتاج الحربي والمدير الفني للإنتاج الحربي سابقا. أهلا وسهلا كابتن أسامة، منورنا في الاستوديو يا كابتن. ربنا يخليك كابتن. ومعايا الكابتن احمد حمدي لاعب نادي المقاولون العرب والاهلي المصري السابق، وطبعا مدير اكاديميه نادي لاتسيو بالقاهره. اهلا وسهلا كابتن احمد. اهلا بك كابتن. منورنا كابتن. منورك كابتن، ربنا يخليك. طبعا في البدايه معايا طبعا اخبار طبعا مهمه جدا، وفي نفس الوقت برضه يعني في هذه الفقره هنتكلم برضه عن منتخب المعجزات بقياده الكابتن اسامه حسن طبعا ومبطوري الساق، يعني حاجه جيده وحاجه كويسه جدا ولها مردود فعل ايجابي، والحمد لله رب العالمين يعني بقت في الانتشار وبقت حاجه جيده ان شاء الله. كابتن اسامه في البدايه برحب بك للمره الثانيه. بالنسبه لي عايز اتكلم عن شقين، اولا عوده الحياه لطبيعتها بالنسبه للرياضه المصريه لجميع الانشطه. والله كويس الحمد لله ان سياده الوزير اشرف صبحي صرح بذلك واتحاد الكوره استجاب، والانديه ابتدت تشتغل بشكل يعني تمام واضح يعني للناس كلها دلوقتي، ونتمنى ان الامور تبقى واخده طبيعتها العاديه والناس تتعامل مع الجو. تمام يا كابتن. والناس تتعامل مع الكورونا، يعني احنا شايفين الوضع الحمد لله بقى في فتره تعايش، والحمد لله الاصابات قلت الحمد لله هذا الوباء، والحمد لله رب العالمين يعني الحمد مصر لله امنه مطمئنه ان شاء الله وتزول هذه الغمه ان شاء الله، زي يعني مش اقل من الدول الثانيه اللي بدات في وسط الجو ده كده. تمام. كابتن احمد برضو تعليق كده على عوده الانشطه الرياضيه، والحمد لله الحياه بدات تعود كما كانت، برضو عن تعليقك. والله الاول بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضرتك على الدعوه الجميله دي، وانا بتشرف بدعوه حضرتك وبتشرف ان انا مع الناس المحترمه. اول حاجه طبعا الحياه بدون رياضه بتبقى في حاجه تحس ان الواحد في حاجه ناقصاه، لا في حاجه لازم نعملها كل يوم متعودين عليها. فطبعا الرياضه مهمه جدا، والنشاط الانشطه الرياضيه كلها مهمه جدا، ولازم نرجع زي الاول واحسن. هو التنفس الوحيد للمجتمع اكيد طبعا الرياضه, الرياضة حاجه كبيره قوي بالنسبه للمجتمع المصري بالاخص يعني. تمام. وبالاخص طبعا كره القدم اللي مصر كلها بتعشقها، والرياضة الوحيدة اللي الناس بتتجمع حواليها، ان كان طبعا منتخب مصر او اندية شعبية زي الاهلي زي الزمالك الحاجات دي كلها، فاكيد لازم ترجع واقوى من كده كمان ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اسامة برضه عايزين نتكلموا عن نبذة المنتخب المعجزات، عشان انت طبعا مدير فني حالي لهذا المنتخب اللي هم مبتوري الساق. والله احنا الفكرة بقى كان بدايتها ازاي؟ الفكرة كان بدايتها محمود عبده مؤسس الفرقة. تمام. اللي هو الركز بالعكاز اللي هو كان في ليه الصوره الشهيره اللي خدت احسن صوره في 2018. تمام. لما صلاح جاب الجون وهو رقص بالعكاز، فدي كانت واخده ايقونه كاس العالم. فابتدى محمود يجمع الناس، الناس تهتم بيه. تمام. جمع مجموعه، محمود على فكره محترف حاليا دلوقتي في الدوري التركي. تمام. وعندي مجموعه يعني من في منتخبات في منتخبات طبعا الكره منتشره جدا في العالم كله. تمام. احنا بنطالب بس ان ربنا ييسر الحال كده. طب في فكره انشاء اتحاد لهذا المنتخب؟ والله هو اللي هينشئ الاتحاد بتاعه ان شاء الله كابتن خالد حسان اللي هو السباح العالمي اللي عبر المنش. تمام. ده هيبقى رئيس الاتحاد ان شاء الله لمبتوري الساق والكراسي المتحركه. تمام. الفكره جات لي محمود، جمعنا اللعيبه. محمود كان بيلعب كوره، هو بيلعب كوره عندي وهو عنده 10 سنين. تمام. ففضلت الكوره جواه من 10 سنين لما بقى عنده حوالي دلوقتي 24 سنه او 25 سنه. تمام. اصر عليها وبقى يسال على الكوره في جميع الدول. تمام. عمل تواصل مع الناس وعرفوا ان في الكوره ديت موجوده وتلعب لها كاس عالم وبتلعب ليها كاس امم اوروبيه وكاس عالم الانديه وهم أفريقية. غانا شاركت في كأس العالم الأخير وخدته. تمام. إحنا أكيد مش أقل من غانا ولا أكيد طبعا. مصر بكيانها العظيم دوت
يعني ما يعني صاحب الفكره محمود عبده. محمود عبده ده صاحب فكره انشاء هذا المنتخب. يعني محمود يعني كان سبب في تجميع اللعيبه. تمام. وما زال لغايه دلوقتي هو سبب بصراحه، يعني رغم ان هو محترف بره وفي عندي لعيبه كتير جدا، يعني عندي عبد الله، عندي عبد الله مصطفى، عندي سيف سلامه. طب نستأنف بعد هذه المكالمه الهاتفيه معنا الكابتن وجدي علوه المنسق العام بنادي الزرقاء، طبعا منسق اعلامي نشط. اهلا وسهلا كابتن وجدي. اهلا بيك كابتن احمد، تحياتي ليك ولمشاهدينك ولظروفك الكرام، وباذن الله يكون موسم موفق على حضرتك وعلى الفرق اللي انت حضرتك راعي ليها، وببارك لك على شركه اسيا سبورت للخدمات والتسويق الرياضي، باذن الله يكون موسم موفق على حضرتك كابتن ان شاء الله. كابتن وجدي، ما بنتكلمه بالنسبه لعوده الحياه للانشطه الرياضيه، ايه رايك وعوده الحياه بقى في الشرقيه خصوصا؟ كابتن احمد اكيد الرياضه لازم ترجع زي ما في حاجات كتير في الحياه رجعت، وشفنا بعد عيد الاضحى والدنيا يعني بدات تشتغل وتتفتح، والدورات الاوروبيه استكملوها وانتهت البدايه باذن الله بعوده الدوري المصري باذن الله، والمفروض خلال ايام يحددوا عوده القسم الثاني ومن ثم القسم الثالث والرابع، عشان حتى برضه يا كابتن احمد الرياضه لم تعد للمباراه فقط، هي اكل عيش ناس كتير. تمام. فنتمنى باذن الله ان شاء الله يعني المسؤولين يوفقوا خلال الايام اللي جايه وتعود الدوريات، وحضرتك كنت منزل خبر اليوم ان الدوريات الناشئين والبراعم هتبدا في خلال شهرين، نتمنى باذن الله ان شاء الله تعود الحياه الرياضيه قريبا باذن الله في مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن وجدي علوه المنسق العام والاعلامي بنادي الزرقاء الرياضي احد انديه القسم الثاني. كابتن بنستأنف بقى كلامنا عن منتخب المعجزات مبتوري الساق. فانا عندي اللعيبه اكتر من لاعب، يعني بصراحه جاي لهم احترافات كتير. يعني في احترافات وفي سفر وفي محمود لانديه. محمود محترف في تركيا. في تركيا وعندي زاهر رايح فرنسا وسيف رايح اليونان. كويس والله، يعني في وعبد الله راح ايطاليا، كل الناس ديت ماشيه احسن من الاصحاء بقى. الحمد لله. ولا انا هو يعني انا اولادي اصحاء فعلا. تمام. انا يعني ما فيش حاجه بتعجزنا الحمد لله. تمام. يعني ان شاء الله تبقى تشرفنا بالكاميرا بتاعتك ان شاء الله، ويبقى شرف لينا حضورك لينا، وسجل يعني وحده تدريبيه وشوف الناس دي اقل من الاسواق في ايه. لا انا شفتهم فعلا. حاجه مبهره بصراحه ممتازة. يعني الحمد لله فضل من ربنا، يعني الولاد اتنقلوا نقله كبيره جدا من ساعه ما مسكت المنتخب. تمام. الحمد لله فضل من ربنا، وبمجهود خالد حسان معايا برضو، والجهاز بتاعي المكون من كابتن عماد حسن، كابتن سمير عبد العزيز، الناس ديت طبعا، الدكتور حسين فهد، الناس دي كلها تعبت معايا، فربنا يكلل تعبنا بخير ان شاء الله. وبالمناسبه بشكر الدكتوره حياه خطاب بصراحه، يعني لتعاونها معانا بامانه، رئيس اللجنه البرلمبيه الكره مبتور الصوت. تمام. كابتن احمد، بالنسبه بقى للانديه المتاحه حاليا، عشان طبعا انت عندك لعيبه مميزين ومتميزين في الاكاديميه، طبعا الاكاديميه بتؤهل لانديه القسم الاول والقسم الثاني ممتاز، يعني اكيد طبعا. تمام. انت جاهز بقى لمراحل معينه مثلا موجوده عندك؟ احنا عندنا الاكاديميه، عندنا اكاديميه لاتسيو، عندنا ناس كتير قوي موهوبين، وناس كتير قوي عندهم الحماس والرغبه ان هم يشاركوا فعلا في دوري. عندنا مثلا مواليد 2002 2005 2007 2009، في طبعا مواليد كتير تاني، بس طبعا احنا بنختار مواليد دي بحيث ان احنا نضم مواليد على بعضها او فرقه على بعضها عشان برضو المشاركه. طب انسب المراحل الموجوده عندك بقى؟ في المراحل الموجوده عندي يعني ممكن نقول من 2002 لحد 2005 كده. تمام. طبعا هينضموا لنادي بقى؟ هينضموا لنادي الزرقاء. لنادي الزرقاء الممتاز بيه. الممتاز بيه. طيب بالنسبه كابتن، اهم اللعيبه الموجودين عندك في الاكاديميه برضو يا كابتن احمد كده؟ اهم اللعيبه موجودين عندي هم اميزهم، يعني عندي لاعب اسمه كريم احمد ده 2002. تمام. بس طبعا حظه سيء شويه ان هو جسمه نحيف، جسمه قليل، بس اي حد بيتفرج عليه بيعجب بيه جدا وبيقول ازاي لحد دلوقتي ده ما لعبش في نادي. مواليد كام ده؟ 2002.
فطبعا الفرقه كلها طبعا عندي ناس هو موهوب بس كابتن اسامه معلش الجسم برده يعني معلش برده مش ما بيفرقش ولا ممكن يفرق مع الموهبه بالذات. والله عايز اقول لحضرتك على حاجه طبعا. انا كنت في دوره تدريبيه دوره تثقيفيه في نادي المقاولين تمام. فاللي كان بيحضرنا مستر ميلان تمام. ميلان دوت كان بيتفرج كان بيقول لنا ايه العناصر اللياقه البدنيه القوه السرعه المهاره. تخيل حتى كان بيتفرج على الامم الافريقيه اللي اتلعبت هنا تمام. اما شاف الاجسام احنا معلش يعني انا مع احترامي لاي حد انا راجل لعبت في نادي الاهلي تمام. زمان كانوا بيهتموا بالمهاره الجسم ده كان اخر كان خلينا في بركات بص بركات جسم عامل ازاي ده مش معناه احمد شديد قناوي وشديد قناوي يعني وليد صلاح الدين كتير جدا خالد الغندور كتير جدا وليد سليمان حاليا ولكن انا يعني هنا يعني المدربين اللي بيقعدوا في الاختبارات يقول لك انا مش هاخده اكله ولا اغذيه انا عايز لعيب قوي عايز لعيب جامد عايز ظرفه وانا اعلمه طب احنا ماشي انا معاك ان انت احنا محتاجين دوت انت لو انت هتختار لعيب يمثل البلد انا مأيدك تمام انما عشان يلعب سنه ولا سنتين ويبطل ده انا مش حابه انا حابب ان هو لكن مثلا الموهبه مستمره برضه الموهبه يعني لازم فيها النضج بص يا كابتن احمد اتفضل. انا عايز اقول ان اللعيب لازم يتوافر فيه ثلاث حاجات تمام اتفضل البنيان القوي تمام وده بيجي من الانتقاء اللجنه اللي بتقعد تختبر اي في اي نادي تمام اختبر اللعيب كويس اختار جسم بس اختار عنده كوره تمام اختار عنده كوره لان احنا بنعاني في افريقيا اجسامنا بتبقى صغيره وبتاع والكلام دوت ولكن احنا تمام وهم جامدين جدا هم جسمهم قوي وعندهم مهاره عاليه عندهم المميزات وعندهم كل حاجه وشغل المهاري عندهم كل حاجه هم قبل مننا تمام هم قبل مننا يعني انا بقول للكابتن احمد الولد دوت كابتن هو لو كويس وانت شايف ان هو موهوب لو كويس ما اشار الكابتن اسامه الولد مميز وموهوب لا ده رقم واحد طبعا لان الموهبه هي بتفرض نفسها على اي شيء يبقى لازم تهتم بيه اهتمام خاص ماشي يا كابتن حضرتك برضو قلت الانتقاء في بالنسبه للانديه او الاختبارات وكده يعني المدرب ما بيبصش على كده بيبص ان هو يبقى عنده 11 لاعب ينزلوا الملعب هم عاوزهم جاهزين مش بيشتغل عليهم بس في مدربين برضو بتتقي ربنا وفي مدربين ما بتظلمش اللعيبه ماشي الا من رحم ربي صح الموهبه كابتن اسامه بالظبط كده بتستقر عليه عايز ماشي بس اللاعب ده يا كابتن برضو ده مش كتير في مصر ما يعني احنا لو حسبناهم هتلاقي مدرب 2-3 تمام. وبعد كده مفيش خالص يعني انا كل ما اجي اروح بيه مكان او اي لاعب تاني عندي برضو ناس موهوبين كتير ونفس المشكله الجسم نحيف برضو قليل شويه بس هو عنده كوره موهوب معلش دي مشكله كبيره قوي بتواجهنا في مصر انا عايز اقول لك نشوف الحل بتاعها ايه معلش انت برضو انت شوف الولد دوت ما بيتاخدش ليه هو الجسم بس اشتغل عليه اشتغل عليه انت يعني دلوقتي الشق البدني الدنيا دلوقتي اتطورت احنا زمان كنا يعني بنطلع الجبال دلوقتي بقى الجيم بقى مالي البلد تمام فانت انا شفت عندك ادوات كويسه الحمد لله انت اشتغل بيها واشتغل على بنيان الولد جهزه بدنيا كويس وهي الكره عنده موجوده تمام وهي الكره عنده موجوده ساعتها يعني انا كان عندي ولد محمد احمد شعبان الشهير بمحمد زيكا بتاع النادي المقاولين والاسماعيلي ده كان عنده 10 سنين وقد كده ده اللي خده من عندي كابتن مدحت طه اسماعيل تمام قعد في نادي المقاولين من هو عنده سن 10 سنين لما وصل فريق اول وبقى الاهلي والزمالك بيتنافسوا عليه فانا عايز اقول لك اللي حصل في المقاولين ايه بقى ان هم خدوه الولد الموهبه عنده موجوده خدوه جهزوه خلوه بقى لعيب نجم ولعب منتخب مصر ورعوا طبعا تلك الموهبه طبعا وبقت لها برضو يعني شكل جيد وحاجه مثمره مع حضراتكم طبعا يعني بس مين دلوقتي في مصر بيبص لسنتين ثلاثه قدام ما عندناش ده هو اهم حاجه الموسم اللي هو بيبقى موجود فيه حاليا عاوز اخد مثلا والله يعني عاوز اللي انت بتقوله دوت اللي انت بتقوله دوت مشكله كبيره يعني يا كابتن معلش اللي انت بتقوله دوت الكابتن جوهري الله يرحمه يعني الله يرحمه يعني للاسف لما جه حب يعمل اللي انت عايز تقوله دوت ان هو يعمل اجنده ل 10 سنين قدام خريطه يعمل اجنده ل 10 سنين قدام الناس اتهموه بالزهايمر
قال لك كابتن جوهري كبر ومش يعني ليه الخطه بعيده المدى. طبعا هو ده كان الصح ان انت تختار ولد بعد يعني احنا غنى عملت ايه؟ غنى عملت قفلت على نفسها خدت فرقه 16 سنه لعبت بيهم كاس عالم في السعوديه خدت كاس العالم صح. اللي هو طلع منهم دلوقتي جورج وايا و طيب بالنسبه لكلامنا عن الموهوبين طبعا بنبارك شركه اسيا سبورت للختمات الرياضيه وريت تعرضوا لنا صور برضو بتاعت شركه اسيا سبورت وبرضو صور اللاعبين اللي انضموا حديثا لنادي الزرقاء نستعرض تلك الصور طبعا دلوقتي طبعا شركه اسيا سبورت طبعا اي لاعب موهوب داخل مصر طبعا موجود معانا بدون اي مقابل بالنسبه للاعبين الموهوبين. بالنسبه للشركات الاخرى الشركه بالنسبه للسفر الخارج طبعا بتراعي النقطه دي وهي دي الاهم وهي دي العلميه وهي ديت المقياس الحقيقي. طبعا دي صور اكاديميه نادي لاتسيو طبعا شكل جيد وشكل جميل وملابس كويسه وادوات كويسه وفي طبعا مدربين اكفاء طبعا زي ما انتم شايفين اكاديميه لاتسيو بالقاهره حاجه مفرحه وزي كويس. كابتن احمد حمد طبعا هو في الاهلي وهو في المقاولين والصوره الاخيره في الاسيوط سبورت تمام يعني سمعنا عن اكاديميه لاتسيو مطلعه برده لعيبه كويسه جدا ولاعيبه واكاديميه افرز بعض اللاعبين الجيدين. طبعا بنتكلم عن شركه اسيا سبورت طبعا هي هتسفر للخارج ولكن بقواعد علميه بحاجه محترمه جدا جدا. اولا ما فيش لاعب محترف ولاعب كويس جدا عايز يسافر بره يدفع مقابل مادي زي اللي احنا بنسمعه على مواقع التواصل الاجتماعي. تسافر قطر ب 60,000 جنيه، تسافر الكويت ب 80,000 جنيه، تسافر السعوديه، تسافر تركيا ولا تسافر ايه؟ ويا ريت بيكون في نتيجه وبيرجع كابتن للاسف. ولكن للأسف. طبعا دلوقتي ان شاء الله باذن الله في مسؤولين اعلاميين وفي تواصل مع بعض الوكلاء اللاعبين لتلك الدول ان شاء الله باذن الله اللاعب اللي يجي له دعوه من النادي معتمده مش دعوه مزيفه عن بتطلع من اي سايبر لا دعوه معتمده من النادي تمام الدعوه ديت معاها تذكره السفر الذهاب والعوده. طبعا الولد بيتشاف من خلال الفيديو الخاص بيه هيتشاف ازاي بنرسله الفيديو الخاص بيه لتلك الدول او لبعض وكلاء اللاعبين لتلك الانديه وبناء عليه الفيديو اعجبه بهذا اللاعب بالفور الاتصال بينا بيبعتوا لنا الدعوه ومع الدعوه تذاكر السفر الذهاب والعوده لان لا قدر الله يعني على الطبيعه وفشل بيرجع على حساب النادي اللي بعت له الدعوه اللي هي فتره الاعاشه من غير ما اللاعب يغرم فلوس. علشان سمعنا يعني شركات كتيره مش عايزين نقولوا اسماء لان اسماء ليس لها ودي صله من قريب دي طبعا دي مصداقيه الشركه والله كابتن اسامه يعني مش عارف يعني ناس ليس لها صله من قريب او من بعيد ولا تمت الرياضه بشيء ولكن سبوبه والتواصل الاجتماعي ده للاسف شديد يعني حاجه سلبيه لا شديده. لا هم بيجوا على نقطه ضعف الولد او ولي الامر ان هو عايز الولد عايز يسافر بره بدون اي انتقاء او بدون اي حاجه بيخشوا من الناحيه دي يعني كتير جدا ناس سافرت واتبهدلت بره فاحنا بنقرر ان شاء الله باذن الله. طبعا ده اللاعب حسين الزهيري طبعا مضى عقد النادي الزرقاء كابتن سلامه الضو مدير التعاقدات الكابتن وجدي عليوه طبعا الكابتن هاتوا الصوره اللي قبل دي معلش كده عشان ما فيش حد يزعل بس بالنسبه طبعا دول محمود سام والكابتن جمال عبد الحليم والكابتن سلامه الضو مدير التعاقدات ايوه الكابتن سلامه والكابتن جمال عبد الحميد كابتن جمال عبد الحميد مديرا اداريا لنادي المصنع الحربي بمدينه الاسكندريه والكابتن سلمى الضوي مديرا اداريا لنادي الزرقاء قطاع الناشئين. طبعا وعرضنا صور محمود سامي اللاعب محمود سامي الشهير بتربو لاعب مميز جدا وتم التوقيع لنادي الزرقاء مواليد 99 من اللاعبين اللي نتنبأوا لهم بمستقبل طيب. الكابتن وجدي عليه هو المنسق الاعلامي الجميل ده محمود تربو لاعب كويس جدا فرد جامد جسمه جيد جدا طبعا ان شاء الله باذن الله يكون في حاجات كويسه ان شاء الله. لو في صور تانية برضو نعرضوها بتاعت اللعيبه اللي تم توقيعها غير دولت بقى عشان برضو ما نظلموش حد هاتوا لنا الصور التانية بقى. بالنسبه برضو للشركه عشان بس ما ننساش حد يا جماعه او ما ننساش الكلام تمام. بالنسبه لهذه الشركه طبعا زي ما قلنا ابعت الفيديو بتاعك بس معلش
لازم أن تكون لاعب مقيد في نادي ممتاز ألف أو ب، لكن لاعب قسم ثالث أو رابع لا، الجدعان هنا داخل بلدك لتترقب مستواك وتبقى موجود في الممتاز، لأن المستوى اللي هيصعدك مش هتتظلم، لكن موجود في الدرجة الرابعة أو هاو أو في الدرجة الثالثة وتقول عايز أسافر وتشوف الشركة، ما ينفعش. الحل إيه؟ اللي أنت تنمي وترقي مستواك وتطور مستواك والممتاز ياخدك. ده دليل على ده دليل على ان الشركه تمام. الموضوع بالنسبه لها صح في 100%. تمام، يبقى الممتاز الف والممتاز ب هم دولت الموجودين، يعني الحاله او السير الذاتيه بتاعت اللعيبه اذا كان في الممتاز الف او في الممتاز ب، اللعيبه عايزين فيديوهات ليها وهنبعتهم وانت ونصيبك. في في نسبه من التعاقد لما تاخد فلوس من النادي، في نسبه التعاقد لا تتعدى ال 15 او ال 20% من نسبه تعاقدك في النادي الاخر، بس لما تمسك فلوس. لكن هات فلوس عشان تسافر 40 و60 الف جنيه، لا ده وهم، وبنكرر ده وهم ونصب الا ما رحم ربي. يا ريت عدم الانصياغ لتلك المهاترات الموجوده على تواصل الاجتماعي. كابتن اسامه، بالنسبه لهذه الشركات عايزه افتحها، طبعا معلش في يعني اساليب ملتويه وتجذب اللعيب ويصوروا صوره للاعب سافر وجه، لان انت عارف الاجانب بيزوروا المزارات الخارجيه في الدول الثانيه وممكن يروح يصدقوا النادي يخش، لا يشوف الولد اتصور في نادي او في استاد معين في دوله خارجيه وبينزلوه على الصفحه، احنا صفرنا اللاعب ده وهو موجود في الاستاد وموجود في النادي كذا ومتصور جنب كؤوس نادي كذا. فاحنا عايزين يعني شبابنا بيضيع، شبابنا للاسف الكوره في مصر بقت. النصيحه اللي اقدر اوجهها للعيبه الطموحين، نمره واحد زي ما قال الكابتن احمد فواز كده، ان مستواك جوه بلدك الاول تمام، هو ده نقطه مهمه جدا، هو ده اللي هيخلي نجاحك في بلدك هيخليك تنجح بره. تمام، لان انت ما بتلعبش في نادي في مصر، عايز تروح تحترف بره استحاله، تبقى صعبه جدا. يبقى انت مش لعيب كوره، انت رايح تتفسح. تمام، بتدي فرصه لكل يعني واحد يعني صرف في التعبير للنصب. تمام تمام، يعني وهم ونصب فعلا. يعني انت كده بتفتح مجال للنصب. تمام، فانت يا ابن الحلال اجتهد في بلدك الاول وشوف انت يعني اي نادي العب فيه ووصل لمستوى ودرجه معينه تخلي الناس تشوفك فيها، ابدا في مصر الاول وبعد كده دور على الاحتراف. تمام، دي النصيحه اللي انا بوجهها لك، ولكن ما تتسرعش وتجري ورا اي ورا اي وهم. صح يا كابتن، انا مش بعمل اعلان للشركه ولا بتاع، انا بصراحه انا شفت المصداقيه في الكلام في ال، ما فيش اي مقابل هتدفعه عشان تسافر بره. انت دعوه تجيلك اتفضل. انا شفت مصداقيه في الكلام ان انك انت مش هتدفع حاجه غير بعد ما تتعاقد. تمام، فده ده الكلام الصح. طيب نعرضه الصور، الجزء الثاني من الصور كده سريع عشان بقى نتكلموا على الكابتن احمد حمدي. طبعا اللاعب محمد عوض واللاعب رشاد بدر طبعا لعيبه مميزين جدا، واللاعب احمد فوزي ابو طالب مواليد 2002 لاعب مميز جدا. طبعا الكابتن كريم احمد مدرب او المدير الفني بنادي الزرق الرياضي. لاعب محمد عوض طبعا ده لاعب جيد مواليد 2002، ديفندر جيد جدا. بدر رشاد بدر مواليد 2003، لاعب مميز جدا في الهاف رايت. واحمد فوز ابو طالب، مجموعه كويسه من اللاعبين المميزين. كابتن احمد، يعني تعليقك على كلام الكابتن اسامه بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي اللي اتملت بشركات تسويق ليس لها او اي هويه، او ما فيش مشاكل طلعت بطاقه ضريبيه وانا رسمي، انا مسجل رسمي ومودي الولد فين؟ ده الولد ما لعبش في اي مكان في مصر، هتوديه يلعب بره يا كابتن. بس في حاجه، في مشكله صغيره كده لازم برضو دي تبقى قضيه ولازم المسؤولين يشتغلوا عليها شويه، اللي هي دلوقتي اي حد لعب كوره، اي حد عمل مش عارف ايه، خد له دوره رمضانيه، يبدا يدخل يعمل اكاديميه ويعمل معرفش شركه ويسجل ويعمل بطاقه ضريبيه طب وبعدين هنوصل لحد فين دلوقتي؟ الكوره في مصر ما بقتش يعني، ولد دلوقتي مثلا هيتعلم ايه من مدرب؟ معلش سوري يعني مش قصدي حاجه في الدرجه الرابعه، بس اخره اللي هي الدرجه الرابعه هيوصل ايه للولد؟ هو خد من الدرجه الرابعه يجي يديله اللي خده في الدرجه الرابعه من فريق اول. طب انا الولد الصغير ده الشغل بتاع الفريق الاول هيفيده في ايه؟
هو لازم بنبدا تدريجي الولد الصغير، زي ما اشار الكابتن اسامه قال لك الواد يبقى معلش مستواه كويس اكيد هيجيب ممتاز الف او ب، لكن درجه ثالثه ورابعه يعني صعبه شويه انه يسافر. يسافر ايه ده انت بتلعب هنا في الرابعه؟ صح الرابعه دي ما هي معلش برضه انديه يبقى لها كل التقدير، ولكن المستويات ضعيفه جدا في تلك الدرجات. ولكن الولد لو مميز مميز او اميز بيروح نادي قسم ثاني او قسم اول طبعا، وهنا بقى ايه التدريب وهنا الاحتكاك القوي واسم النادي برضه ليه عامل من العوامل الممتازه. اكيد طبعا يا كابتن الاسماء اللي موجوده دلوقتي الانديه، وفي برضه زي ما حضرتك زي ما بقول لحضرتك برضه نسبه كبيره قوي من الاكاديميات اللي موجوده في مصر ما هي دي اللاعب بيعدي عليها الاول. انا لاعب هيعدي على اكاديميه او مدرب فلان ما اعرفش كذا كذا، ده هيعلمه ايه؟ ما هو انا ولي امر قبل ما اودي ابني المدرب اشوف السي في بتاعه الاول. جميل. لازم اشوفه ده لعب فين، ده اتمرن مع مين، ده سلوكه ايه، الحاجات دي كلها ما الولد بيبدا يتعلم من المدرب، علشان هو بيقعد معاه فتره طويله اكتر ما بيقعد في البيت. جميل. وبيعمل حاجه بيحبها اللي هي اللعبه بتاعته او الرياضه بتاعته. يعني مش عايز اقول لحضرتك ان هو بيحب الكوره او بيحب الرياضه دي اكتر من المدرسه. جميل. فمعلش فهو لازم المدرب اللي هيمرنه لازم يبقى قدوه ليه في كل حاجه، احترام، اخلاق، لعب بطريقه، يعني حاجات كتير قوي لازم المدرب يبقى كويس فيها وحاجه كويسه قوي علشان الولد طبعا هيطلع زيه. تمام. كابتن اسامه برضه بالنسبه لحوارات اللي بنشوفوها على مواقع التواصل الاجتماعي وجذب اللاعبين واستقطابهم للسفر للخارج، يعني احنا بنشوفهم يعني حاجات تعالى اعمل لك معسكر هنا داخلي في مصر الاول اشوفك. قال لك امال فين الفيديو اللي انت حضرتك هتبعته؟ ولا انت هتبعته على الطبيعه من غير فيديو؟ بناء على ايه اللي انت هتعمله معسكر داخلي هنا ويلا بينا نطلع بلطيم ولا مش عارف نطلع فين؟ نعمل لك معسكر الاول ونشوفك كويس هنصفرك، ولو مش كويس برضه هنصفرك. ما كابتن العيب مش في اللي بينصب. امال في مين بقى؟ في اللي بيتنصب عليه. في ولي الامر. العيب في اللي بيتنصب عليه، لان انت دلوقتي الولد ده لو الاب ليه في الكوره هيقول انا ابني دوت ينفع يسافر بره ولا ما ينفعش، او مصدر ثقه يا كابتن، حتى لو مش في الكوره وعايز يلبي رغبه ابنه مفيش مشكله يشوف واحد مصدر ثقه لان ده سفر بره. طب انا عايز البي رغبه ابني انه يمارس رياضه. ما انا اقول لحضرتك على حاجه، لان برضو يا كابتن اسامه بعد اذنك الولد لو مستواه 50% روح نادي استثمار وتسجل، الولد هيستفاد لان الرياضه ما بتخسرش، الولد هيستفاد هيبعد عن الاتجاهات الخطا اللي احنا عارفينها. تمام، هينصاغ ورا الرياضه وفايده لجسمه. تمام، انا مش ضد وهيمارس، انا مش ضد ان ولكن هو... ولكن سفر بره ده حاجه ثانيه خالص. أنا ده وهم ماشي. انا مش ضد ان الولد يروح نادي استثمار. تمام، يعني انا اسمع عن انديه فعلا في عندها مصداقيه في القيد وبدء الدوري ويلعب. تمام. بس ده يعني انا عايز اقول ايه، يعني انا راجل انا بلعب كوره. تمام، الاول اروح اختبر في اي نادي. تمام، اختبر في اي نادي، مقاولين، اهلي، زمالك، انبي، طيران، النصر. اروح اختبر والله اتخذت. تمام، وانا شايف ان انا كويس هكمل معاهم. تمام، ما اتخذتش وانا كويس طب انا هجيب الخبره منين؟ هجيبها من خلال الاحتكاك، هجيبها من خلال الاستثمار. تمام، هجيبها من خلال الاستثمار، المهم ان انا العب دوري، المهم ان انا العب دوري وهتشاف. بس والله كابتن اسامه للاسف الشديد احنا بنطبق الاستثمار بالمعكوس، لان الاستثمار بتاعنا هو مفهوم خاطئ. طبعا الاستثمار دي حاجه ثانيه، الاستثمار الحقيقي كابتن اسامه بنتكلم بقى بفضفضه بقى وحاجه كويسه، الاستثمار الحقيقي الولد المميز انا اصرف عليه. تمام، وبيعه لنادي محترم استفاد استفاده قصوى، ده الاستثمار. اما الاستثمار اللي شغالين ده عليه والله يعني معلش يعني احنا هناخده نفسنا. بس طب يا ريت يحصل زي ما انت قلت. يا ريت والله كابتن اسامه. انا اقول لحضرتك على المنظومه بقى كابتن اسامه، هقول لحضرتك الام بقى كابتن اسامه، الاتحاد المصري، احمد جوهري ابن كابتن محمود جوهري. ده كان بيشتغل منسق في نادي وادي دجله. تمام، فكان بيجيب خبرة من بره في نادي وادي دجله. فكان بيختار الاولاد اللي هم 11 سنه و12 سنه يعرضهم على من جميع الانديه. تمام، يعرضهم على الخبراء دول، فكانوا يختاروا منهم ويحصل زي ما انت قلت بيختار اللعيب من جوه الملعب. تمام، يشوفه ويعمل له اختبار ويعمل له معايشه ويعمل له اقامه ويصرف عليه ويصرف عليه اللاعب ما يصرفش حاجه.
زي ما حصل زي مع الموهوبة دروجبا ايوه زي ما حصل مع دروجبا كده، ده طالع من اكاديميه احمد حسن. ده طالع من اكاديميه دروجبا، ده طالع من اكاديميه اكاديميه بلجيكيه. تمام. بقى دروجبا. صح يا كابتن اسامه. كابتن احمد حمدي، بالنسبه للاكاديميه اللي عندك وافرزت بعض اللاعبين الجيدين، الفتره المقبله بقى تطلعاتك في الفتره اللي جايه ايه بالنسبه لهذه الاكاديميه والاشتراك في مسابقات الدوري الممتاز بيه؟ طبعا عندنا احنا مش الاكاديميه بس، عندنا القريه بتاعتنا اللي هي اسمها كفر حكيم، عندنا نجوم كتير قوي. جيزه كفر حكيم. طبعا عندنا لعيبه كتير قوي وفيها مواهب جامده جدا، بس برضو اللي هو حته ان لاعب ان هو خلاص انا لعيب كوره، فتيجي تعرض عليه ان هو يشارك ادام هو كده كده قاعد، تعالى شارك معانا استثماري او شارك معانا موسم اتنين لحد ما تجيلك الفرصه والناس تبدا تشوفك وتبدا تروح نادي كويس بمجهودك. لا، هو شايف ان هو لعيب كوره فيروح من غير فلوس، ده احسن لي، يبقى انا كده لعيب كوره. والله مش عيب برضه الواد يجرب يروح هنا وهنا ويروح يختبر، يمكن عسى عليه يتم انتقاله بالشكل الجيد. ايوه يا كابتن، ما انا فاهم حاجه زي كده، وفعلا الناس كتير بتعمل ده. بس انا بتكلم، طيب لو ما فيش نادي انا مش موجود فيه ليه لا ما جربش؟ ليه بقى حريه الاختيار بقى؟ يا يكمل في نادي استثمار يا كابتن، يا يشوف اكاديميه، يا يقعد في بيته. ليه يعني كامل الحريه والاختيار؟ طبعا ما حدش وهو الاختيار وهو الاختيار طبعا ما حدش هيضغط على حد يا كابتن، وما حدش هيجبر حد ان هو يعمل حاجه غصب لا عنه. لا لا لا. بس انا بتكلم في نقطه دلوقتي، ان هو موهوب او عنده الكوره او عنده الموهبه بتاعته عاليه جدا، ولو قعد موسم والتاني هو بيبدا خلاص، يعني خلاص شكرا كده. تمام. بالتالي لما تيجي تبعته نادي او يروح نادي تاني، النادي بيقول له اخر نادي انت لاعب فيه ايه وسنه كام، وبيعمل استعلام عنه، يتلاقيه مثلا قاعد بقاله سنتين. طب ما دي مشكله كبيره، يقول له لا شكرا، بيبدا يبص له من الحته دي. لكن انا دلوقتي لو حتى بلعب استثماري وجي عمل استعلام عليا وتلاقاني بلعب في نادي، طب ما فيش مشكله عادي. وفي برضو ميزه كابتن اسامه بالنسبه للعيبه دي، يعني معلش انت ممكن بقيدك في نادي لموسمين متتاليين، اللي انت ممكن تقدم على حكام اختبارات حكام من قبل الاتحاد المصري. ده صح، دي ميزه برضو كويسه ليك، اللي انت تقدم مدرب لما تعدي مثلا ال 23 سنه. والله كابتن احمد برضو، دي برضو يعني ميزه برضو. كومنت على اتفضل ديت. ايوه. انا اكتر حد بيعاني من الحكام يعني تخيل انت كده، يعني مثلا معلش مع احترامي لجميع الحكام، لسه كنت على تواصل بيني وبين الكابتن نبيل البحطيطي. تمام. فكنا بنتكلم في الموضوع ده، اللي طرحه الكابتن فاروق جعفر وقال ان احنا كان الحكام بتجينا بتقولوا احنا انتوا عايزين ضرب جزاء ولا طرد لاعب. الراجل بقى نفى الكلام ده، كان ناسي بقى يوميها. طيب احنا خلينا بس في الحالي. احنا دلوقتي انا اكتر حد بيعاني، وكان قدامك طبعا انت يعني كنت بتشوفني في الانتاج الحربي، بعاني قديم الحكام. تمام. اللي بيلعب مزور واللي بيلعب مش عارف ايه، والحكم المستوى الحكم بيبقى ضعيف. تمام. ده من ايه؟ انه مثلا يتأيد من غير ما يلعب. بالظبط كده. تمام. انا مش حابب ديت. تمام. لان هو كل ما في الموضوع ان الراجل دوت. طب ما في برضه العكس برضه يا كابتن، يعني في امثله من ذلك، بقى حكام بسم الله ما شاء الله دوليين دلوقتي وبيحكم بدون ذكر اسماء. معلش برضه مش بمجهود، مش بنفس، ماشي بس مش بنفس المستوى بتاع معلش. اللي هم لعبوا برضه وفاهمين كوره وصيع كوره. مش عايز انا مش عايز ايه يعني حد ياخدها عليا، لان معظمهم صحابي الحكام الكبار طبعا، الحكام اللجان وكده كلهم صحابي. بس انا بتكلم في ايه، ومنظومه محترمه برضه. بالظبط كده. طبعا احنا بس احنا عايزين يبقى في انتقاء للحكم. تمام. انتقاء جيد. انتقاء جيد، لان طبعا احنا هو بقى حكم معتمد، ولكن يعني احنا بقى نشوف بقى الدراسات بقى والتطور التكنولوجي. كابتن احمد انت بقالك كتير بتشتغل في الكوره. تمام يا كابتن، احنا من 2003 وقبل كده. انا يعني عصرنا بعض ايام الانتاج الحربي. أيوة. ما شاء الله. انا بس انا عايز اوصل لك حاجه. يعني تمام، بيبقى عنده مثلا 23 سنه ولا 22 سنه، وانت راجل عندك داخل على 60 سنه. تمام. ويجي يقول لك اطلع بره. على سبيل المثال، حكم يعني معلش يعني حسام البدري واقف على الخط، شفنا مناظر ده كثيرا يعني لهذه المناظر. راجل مسك منتخب مصر، راجل بيشتغل في النادي الاهلي، حكم قانونه يمشي على الكل، مفيش كلام، مفيش. ان شاء الله باذن الله كابتن اسامه نلاقوا حاجه كويسه ان شاء الله، ونلاقوا برضو تطور ان شاء الله في حكامنا، لان انا وده احنا بنتمنى ان شاء الله باذن الله. والله انا كان لسه موضوعي مع كابتن نبيل البحطيطي. تمام. على هذا الموضوع.
ان شاء الله باذن الله يعني يبقى في تطور ان شاء الله باذن الله. باذن الله. كابتن احمد في ختام هذه الفقره حابب توجه الشكر لمين بقى؟ احب اوجه الشكر طبعا لحضرتك تاني بجد والله يعني حلقه انا استفدت منها كتير قوي والكلام اللي حضرتك قلته والكلام اللي كابتن اسامه قاله. طبعا بوجه الشكر للناس كتير عندنا في القريه طبعا كفر حكيم اللي انا بنتمي ليها. طبعا لمسؤولي النادي او الملعب اللي انا شغال فيه اللي انا مأجر فيه الاكاديميه بتاعتي استاذ عماد مجدي كابتن هيثم صبري محمد ايمن الناس دي كلها. طبعا بشكر اللاعبين بتوعي اللي هم بتوع الاكاديميه. طبعا مش عاوز انسى حد بس برضه هقول اسماء سريعه كده ممكن لو حضرتك لو يسمح. بشكر كريم احمد بعرور علاء محمود خالد سعد ابانوب اسلام المجموعه دي كلها محمود الناس كلها كابتن اسامه. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكرك طبعا على وجودك معنا في هذه الفقره. شكرا لك كابتن وحاجه بصراحه يعني حبيبه كابتن يعني احنا لقاء كنا نتمناه من زمان بس انا زمان. عايز الفت نظر بس حاجه اتفضل الفت نظر بس ان طفره بسيطه كده عن منتخب المعجزات. تمام دكتور اشرف بالله عليك خلص لنا موضوع الاتحاد. طب احنا بنناشد برضه بنضم صوتنا لصوت الكابتن اسامه حسن طبعا وزاره الشباب والرياضه يعني نظره كده بعين الاعتبار لمنتخب المعجزات وان شاء الله يكون فكره انشاء الاتحاد باذن الله قائمه ان شاء الله باذن الله ونشوف حاجه محترمه وحاجه مميزه ان شاء الله. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيفي الكريم الكابتن اسامه حسن. شكرا جزيلا كابتن اسامه. شكرا لحضرتك. وبحب اشكر الكابتن احمد حمدي وان شاء الله نطلع لفاصل ونستقبل فقره مواهب على الطريق. رجعنا لكم تاني في هذه الفقرة الأخيرة فقرة مواهب على الطريق معي لاعبين جيدين مميزين. طبعا اللاعب محمد طه بعرور مواليد 2001. أنا وسام حمد. أنا كابتن حضرتك حبيبي الحمد لله تمام. ومعايا اللاعب الجميل اللاعب زياد أسعد مواليد 2001. أنا وسام زياد سعدك حضرتك حبيبي الحمد لله. قول لي كده محمد طه بدايتك بقى الكروية بدأت إزاي محمد؟ هو بدايتي طبعا زي اي حد اللي هو بدايه لعب مثلا الشارع وكده. تمام. اول ما كانت مرنت فيه اللي هو مع الكابتن احمد كاكاديميه. تمام. ما خرجتش عنه خالص. بدايتي معاه من 6 سنين تقريبا. كملت معاه لغايه ما ربنا كرمني من سنتين كده رحت نادي جينيوس درجه ثالثه. تمام. بلعب في 2001 وبتصعد ل 2000 الحمد لله. سمين. في كلام ان شاء الله يبقى في الفريق الاول بس الفتره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. وانت زياد بقى بدايتك كانت فين؟ انا حضرتك بدات مع اكاديميه مع اكاديميه الكابتن علي عبده. تمام. اكاديميه وبعد كده اتمرنت معاه فتره جامده يعني هو يعتبر بدايه الكابتن علي عبده. تمام. الاكاديميه في البلد واتمرنت بقى مع كابتن بدر فتحي اكاديميه برده وبعد كده رحت اتمرنت في اكاديميه كابتن سيد هولم هي شركه تسويق وكده. تمام. اتمرنت بقى فتره معاه وبعد كده قعدت واتمرنت تاني مع بدر. وبعد كده رحت اتمرنت مع كابتن احمد حمدي فتره في لاتسيو. وبعد كده قعدت بقى اتمرنت مع نفسي. تمام. وبعد كده رحت بقى ربنا كرمني بالحته اللي بلعب فيها النادي. تمام. قول لي كده بعرور كده مركزك ايه في الملعب كده؟ انا بلعب سيرد باك وباك رايت. سيرد باك وباك رايت يعني بتلعب في مراكزين مختلفين كويس يعني بتلعب حاجه كويسه. وانت انا بلعب فيرود ورقم 10 ونص ملعب. انت في نص الملعب وبتلعب برده فيرود برده. ايوه تمام. طب تشكيل الاجهزه بالنسبه لنادي المصري السلوم طبعا كابتن مجدي عطيه رئيسا للقطاع كابتن عبد السلام نائبا للقطاع والكابتن نوح حسين طبعا مدرب نادي التنميه سبورت السابق طبعا لمواليد 2005 مديرا فنيا لمواليد 2005 وان شاء الله الحلقه الجايه باذن الله نكون اعلنا التشكيل النهائي لقطاع نادي المصري السلوم باذن الله وده مثمره وده طيبه ان شاء الله لان ان شاء الله النادي ما بين قوسين في يقوم في الممتاز بان شاء الله باذن الله. طبعا لو تم استكمال الدوري او دوري الترقي فاضل المباراه مع الجزيره وهي طبعا اللي هتحسم بطاقه الصعود للدوري الممتاز يا المصري يا الجزيره ان شاء الله. بالنسبه برضو لو الاقتراحات الدوري اتلغى برضو هيصعدوا الاثنين اول وثاني. معانا الكابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصري السلوم. اهلا وسهلا كابتن رمضان. تحياتي ليك يا كابتن احمد والبرنامج الجميل ده اللي دايما بتابعنا ووصل صوتنا. الله يخليك كابتن. كابتن رمضان احنا لسه بنتكلم عن المصري السلوم وان شاء الله هو فرصه صعوده
للممتاز بإن شاء الله بإذن الله ما زالت قائمة وهي الأفضل والأقدر إن شاء الله. والله إن شاء الله بإذن الله يعني هي عزيمة ما قلت هي مباراة واحدة. تمام. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمنا فيها وتعدي على خير يعني إن على وشك أو على أبواب الممتاز بإذن الله. إن شاء الله كابتن رمضان. بالنسبة للفريق بدأ تمرين يا كابتن ولا لسه؟ او اي حد لو جنبه صاله حديد قريبه برضه من المنزل عشان انت عارف الاحتكاكات وال تمام تمام كده فتره اعداد مع نفسه كده لما ناخد الاشاره بقى من اتحاد الكوره عشان نبدا بقى فتره الاعداد بتاعتنا ان شاء الله باذن الله يكون كده في صاحبه بطاقه الصعود نادي المصري ان شاء الله باذن الله ونلاقوه في الممتاز به باذن الله. كابتن رمضان بالنسبه للاعبين كابتن في مستحقات ولا خدوا جميع مستحقاتهم برغم الظروف اللي احنا فيها ديت؟ والله انت دايما عارف نادي المصري السلوم دايما ملتزم مع لعيبته ودايما بيوقف مع لعيبته في اي ظروف. احنا كنا صارفين اخر مرتب ليهم من قيمه شهرين او شهر بالظبط. تمام. احنا الدفعه الثانيه ان شاء الله مستنينا من الوزيره تطلع خلال الايام الجايه دي. تمام. خلال البرنامج ده اطلب السيد الوزير اشرف شكر الراجل المحترم ان تكون الدفعه دي تطلع بدري عشان خاطر الانديه تقدر تصرف قبل الدوري قبل فتره الاعداد على اللعيبه برضه اللعيبه ليها باقي مستحقات الانديه كلها. تمام. وان شاء الله باذن الله دايما النادي المصري السلوم ملتزم مع اللعيبه بتاعته كل واحد ياخد حقه قبل نهايه الدوري ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن رمضان ناجي رئيس نادي المصري السلوم. طبعا معانا مكالمه على التليفون الكابتن ابراهيم الحضري مدير تسويق بانديه نادي الزرقاء والمصنع الحربي. كابتن ابراهيم اهلا. اهلا وسهلا كابتن احمد. كل سنه وحضرتك طيب. انت بالصحه والسلامه اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا كابتن احمد. الحمد لله الدنيا ومنور الصحه والجمال وملعب بلدنا يا كابتن احمد. حبيبي يا كابتن ابراهيم. بالنسبه لي بقى تسويق اللاعبين المميزين المتواجدين ان شاء الله في الوادي الجديد البلد طبعا اللي هي مهمشه بس ولكن دلوقتي ظهر لاعبين جيدين بنادي في محافظه الوادي الجديد وطبعا معاك انت اللعيبه اللي هم المميزين كابتن ابراهيم وضعهم ايه؟ طبعا احنا في الفتره دي ان شاء الله بعد اولا ببارك لحضرتك على اسيا سبورت وده انجاز عظيم في هذا التوقيت وانا متابع حضرتك من بدايه الحلقه حبيب. وشيء رائع اسيا سبورت شركه مساهمه رياضيه عظيمه تعمل بست انديه داخل محافظات مصر الله يخليك كابتن وداخل جمهوريه مصر العربيه وايضا للتسويق خارج جمهوريه مصر العربيه ده شيء رائع وان شاء الله باذن الله احنا في توأمه بمكتب تسويق اللاعبين مع اسيا سبورت. تمام. وببارك لحضرتك على تاسيس الشركه العظيمه دي يا كابتن احمد. الله يخليك كابتن. وان شاء الله باذن الله احنا عندنا معسكر تسويقي سنوي بنعمله لمكتب الوادي التسويق اللاعبين. تمام. والمعسكر ده طبعا حضرتك وعدتنا ان شركه اسيا سبورت هي الراعيه على هذا المعسكر بمدينه الاسكندريه خلال 25 يوم قادمين ان شاء الله. ان شاء الله. احنا حاليا بنجهز لاعبتنا من انحاء قرى ومراكز الوادي الجديد للاستعداد لخوض معسكر الوادي لتسويق اللاعبين وبعد انتهاء المعسكر سوف يتم تسويق هؤلاء اللاعبين حسب مستوياتهم حسب اللعيبه اللي جايه من انديه كبيره من ممتاز عام من ممتاز ب هنقدر نشتغل على كل واحد حسب كورته وحسب السي في بتاعه اللي جاي معاه يا كابتن احمد ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه السنه دي غير كل سنه ان شاء الله ان شاء الله تنوروا اسكندريه يا كابتن ابراهيم. طبعا شكرا جزيلا كابتن ابراهيم الحضري طبعا على المداخله الجميله. طبعا قول لي يا بعروك كده بالنسبه بقى عايز تدين الفضل لمين بقى بعد ربنا كده اللي واقف جنبك؟ والله هم اتنين هم كتير بس هم يعني الناس اللي وقفت من الناس اللي وقفت جنبي هم اتنين. هو طبعا بعد ربنا امي طبعا يعني دي الحاجه بصراحه اللي طلعت بقى من الدنيا. طبعا الكابتن احمد ليه فضل كبير عليا وانا عمري ما انساه اللي هو دايما واقف جنبي ودايما في ظهري وانا بشكره قدام كل الناس طبعا صحابي كلهم ولاد عمي طبعا خوالي دولت برده حاجه بالنسبه لي انا بتشرف بيهم في اي مكان وفي اي حته انا بكون موجود فيها. تمام. طيب وانت ازاي كده بتحب تشكر مين بقى؟ انا احب اشكر طبعا والدي ووالدتي واحب اشكر بالاخص برضو ابن عمي محمود رمزي. ده هو برضو بدايه ان انا العب في الحته اللي انا بلعب فيها نادي ناشئ العمال ديت. تمام. فهو انا كنا اصلا رايحين مشوار انا وهو فهو كلمني قال لي ممكن تنزل معانا الفرقه وبتاع وتشوف نفسك. قلت له خلاص تمام ماشي مش اي انزل. طب بتوجه الشكر لمين بقى؟ للمدربين بقى؟
اوجه الشكر طبعا الكابتن محمود فيليبو والكابتن احمد توت. تمام. طبعا في ختام هذه الفقره الجميله بحب اشكر اللاعبين المميزين، اللاعب محمد طه بعرور مواليد 2001 واللاعب زياد اسعد مواليد 2001 ايضا. شكرا يا بعرور، شكرا يا اسعد كده، ونشوفكم ان شاء الله كده في حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اوجه الشكر لمجلس اداره شركه اسيا سبورت برئاسه السيد المستشار ابراهيم البيلي طبعا على المجهود الوافر العظيم لهذه الشركه. طبعا زي ما اتكلمنا في الحلقه ان شاء الله باذن الله هنقوله التشكيل والاعضاء باذن الله في الحلقه القادمه ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه للسفر للخارج ان شاء الله باذن الله زي ما قعدنا وناقشنا هذا الموضوع، الشركه هتفتح ابوابها على مصراعيها ولكن بدون اي مقابل للسفر للخارج، ولكن السي في شرطك الوحيد تكون لاعب في انديه الدوري الممتاز او المنتخبات الوطنيه اذا كان للناشئين او للشباب. اما انديه القسم السادس والرابع طور نفسك من هنا من مصر، طور نفسك وارتقي بنفسك، يكون متواجد في أندية الممتاز ألف وبين إن شاء الله بإذن الله بمجهودك برضه، وإن شاء الله بإذن الله تبقى حاجة كويسة ليك ولينا إن شاء الله. بالنسبة بنكرر أسيا سبورت إن شاء الله بإذن الله شركة للخدمات الرياضية، طبعا مفيش أي مقابل للسفر أو الخارج، لكن فيديوهاتك هتتعرض على وكلاء لاعبين، وكيل لاعبين أعجبوا النادي أعجب بهذا الفيديو هيتبعت لك دعوة ومرفق بالدعوة تذكرتي سفر ذهاب وعودة، لأن قدر ويشوفوك على الطبيعة والله تمام كويس هتمضي العقود والشركة لها نسبة من النادي مش منك، ولكن للأسف الشديد لو بقت المحاولات بالفشل بترجع على حساب ونفقة النادي اللي بعت لك الدعوة، لأن معاك تذكرتي ذهاب وعودة. وإن شاء الله بإذن الله طبعا في الفقرة أو الحلقة القادمة بإذن الله إن شاء الله هنتكلمهم بشكل أوضح بإذن الله عن معايير وأهداف هذه الشركة للخدمات الرياضية شركة أسيا سبورت. إن شاء الله انتظرونا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 11 من مساء الثلاثاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.